اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في صدى اقلام جديد، نرسل فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه، ولكن بعد اهم العناوين. طالع في موقع الهيانات بالتواطؤ مع قوات البيشمركة، الميليشيات المتنفذه تسرق النفط وتهربه الى ايران. نشر في المدى حزب الدعوه يتنصل عن صله السودان بتنظيماته. تصفح في موقع كتابات أبو الغيط يؤكد للعبادي وقف العرب مع وحدة العراق رفضا لانفصال الإقليم. وفي جزيرة نت نشر تحت عنوان مساعي أمريكية متعثرة لحل أزمة الخليج. وفي العربي الجديد موعد معركة الحويجة قرار سياسي لإعاقة استفتاء كردستان العراق. نشر في القدس العربي تحت عنوان كركوك على خط الاستفتاء بين المستقبل الأفضل والشرارة التي تهدد بالانفجار الكبير. أخيرا وليس آخرا في الحياة، إيرما يقترب من فلوريدا وسط عملية إجلاء كبيرة. هل كان ينقص قضية حقوق الكرد القومية عموما ومشروع استفتاء إقليم كردستان العراق تحديدا محامي دفاع من طراز جيد جدا، والمتفلسف الفرنسي برنار هنري ليفي مهندس كارثة التدخل الفرنسي في ليبيا المؤمن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ربما هناك يعني مواضيع أخرى تخص هذه المقالة، يبدو أن بأن هناك خلل ما في النص. نواصل قراءة. هنري ليفي مهندس كارثة التدخل في ليبيا المؤمن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر ديمقراطية بين كل جيوش العالم. المساند والمطلق لحروب إسرائيل ضد غزة واستمرار حصار القطاع، وإذ جاز أن تكون الانتهازية الأشد ابتذالا هي مبعث امتطائه للقضايا العادلة على نحو يقلب الحق باطلا، فلماذا يتوجب على الكرد قبول هذا النمط من محاماة زائفة وكاذبة وخبيثة؟ هكذا جاء في مقال للكاتب صبحي حديد في صحيفة القدس العربية. مطلوب في المقابل أن تدرك حكومة الإقليم إشكاليات الاستفتاء كافة وما سيترتب عليه من نتائج وعواقب، ليس بمعنى الاكتفاء بوضع مصالح المواطنين الكرد في سلم أولوية عليا منفردة متميزة، بل بوضع تلك المصالح في سياقاتها السياسية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية التي تخص المكونات الأخرى ضمن النطاق الجغرافي للاستفتاء. ومن المتفق عليه أن كركوك هي النموذج الأبرز على معادلة برميل النفط حامل الثروة الذي قد ينقلب إلى برميل بارود لا يحمل سوى الدمار. ولعل المدينة هي العاصمة الأمثل لكردستان مستقبلية مستقلة في العراق، إلا أن الوجود السكاني للعرب والتركمان لا يستوجب منحهم ما يستحقونه من حقوق مختلفة فحسب، بل يشكل بوابة لامتداد نطاق النزاع إلى الجوار التركي وربما تدويله أيضاً إذا اختارت إيران أن تعرب عن معارضتها للاستفتاء والاستقلال الكرد إجمالاً بوسائل تتجاوز اللفظ والبيان، هذا فضلاً عن حقيقة اضطرار الإقليم إلى مسالمة تركيا إذا شاءت استمرار تصدير النفط بمعزل عن السلطة المركزية في بغداد عبر الأنبوب المار من الأراضي التركية. ويضيف الكاتب أنه إذا تعقل الكرد ورفضوا خدمات المحامي الفرنسي المتفلسف، فهل يتكئون على خطاب المحاباة الخجول الذي قد يصدر عن هذا أو ذاك من ممثلي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك تغييرات الرئيس دونالد ترامب نفسه؟
المرء يلمس هذا التوجه في لقاءات مسؤولي حكومة الإقليم مع ديريك هارفي مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومع بريت ماكغورك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي في العراق. كأن الذاكرة الكردية المعاصرة تتناسى مأساة الكرد مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة حين يتصل الأمر بقرارات ملموسة إزاء مسائل استقلال الكرد أو حقوقهم الوطنية. تدفع حكومة بغداد باتجاه تأخير إطلاق معركة تحرير بلدة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك المتنازع عليها مع الجانب الكردي في محاولة لكسب الوقت ضمن خطتها للمعركة والتي بدأت سياسية أكثر مما هي عسكرية، واعتقد البعد السياسي على ملامح الخطة من خلال الدفع باتجاه تزامن المعركة مع موعد إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان المقرر إجراؤه في 25 من سبتمبر أيلول الحالي، تنظيمه أيضا في كركوك، الأمر الذي قد يجعل الظرف غير مناسب لإجراء الاستفتاء ويسهل الطعن به، كما يرى الكاتب أكثم سيف الدين في تقرير له بصحيفة العربي الجديد. وعلى الرغم من إعلان حكومة بغداد رفضها المسبق لنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في كردستان وكركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها، فإنها ستستخدم طرقا مختلفة لمنع هذا الاستفتاء. فمع الحوار والضغوط والوساطات التي تطرحها، يؤكد مراقبون أن الخيار العسكري مطروح من خلال الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي، وأن معركة الحويجة هي الخطوة الأكثر تأثيراً لمنع هذا الاستفتاء، إذ إن مجرد وجود عمليات عسكرية في منطقة ما سيجعلها غير مهيئة لأي تصويت، كما أن المراقبين الدوليين سيمتنعون عن متابعة الاستفتاء مما يفقده الحيادية والشرعية. وقال مسؤول سياسي رفيع المستوى للعربي الجديد إن خطة تحرير الحويجة اكتملت من المنظور العسكري بشكل كامل، بينما تجري حالياً الاستعدادات الفنية واللوجستية والتحرك الميداني باتجاهها. وبيّن أن بدء الإقليم بالحملة الدعائية لإجراء الاستفتاء في كركوك وإصرار الأكراد على ذلك جعل معركة الحويجة رهن القرار السياسي بدلاً من القرار العسكري. وتضيف الصحيفة أنه خطة الحويجة تضمنت استمرار القصف الجوي على أهداف داعش داخل البلدة وإنهاك التنظيم، وإن قرار الهجوم وتحديد ساعة الصفر بمعركة الحويجة أصبح قراراً سياسياً أكثر مما هو قرار عسكري، لأنه يهدف إلى أن تكون المعركة في ذروتها أو في بدايتها خلال إجراء الاستفتاء في 25 من الشهر الحالي، وذلك يعني أن العبادي لا يحاول كسب المعركة من المنظور العسكري فحسب، لأن هذا الأمر في متناول اليد، لكنه يسعى لتحقيق مكسب سياسي مع المكسب العسكري، وهو إفشال الاستفتاء في كركوك قانونيا على الأقل. يفاوض زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله داعش في لبنان، في حين نغرق نحن في العراق في سجال عقيم حول أهمية هذه الخطوة من عدمها. هكذا يقول الكاتب سليم سوزا في مقالته بصحيفة المدى، مضيفا أن المشكلة ليست في التفاوض لأنها بالنهاية قضية سياسية يقدم فيها رجل سياسي مصلحة حزبه وبلده ومحوره الإقليمي السياسي على أي شيء آخر. المشكلة في نصر الله ذاته لم يكن حزب الله ليفاوض داعش من أجل استرداد عدد قليل من أسراه أو قتلاه كما فهم بعض المراقبين ليعيروه بها بالأحرى، ثم أن الحزب دفع بمقاتلي داعش إلى منطقة دير الزور السورية، وهي منطقة يسيطر على أجوائها الطيران الأمريكي، هو بهذا يشغل عدوا بعدو آخر ليس إلا حسب ما يرى الكاتب. ليست هذه الخطوة في صالح العراق قطعا، لأنها جلبت إمداداً جديداً لداعش المختنقة أصلاً في العراق، ومن حق العراقيين أن تكون لهم ردة فعلهم العنيفة ضدها، خصوصاً أن من صنع هذا الاتفاق كان قبل سنتين يرفضها من العراق ويطلب ألا تفتح ممرات آمنة للداعشيين
أن يهربوا لسوريا. في سجال المؤيدين والرافضين تغيب حقيقة المصالح هنا، فريق يعيب على الاتفاق بوصفه اتفاقا غير أخلاقي، طالما فعل نصر الله اليوم ما كان يرفضه على العراقيين بالأمس. والفريق الآخر يبرر أخلاقيا لهذا الاتفاق بكونه لم يجلب مقاتلي داعش إلى الأراضي العراقية، وإنما داخل سوريا حتى الآن. الصدمة أشد حين نتعرف على موقف الفريق المؤيد لاتفاق عرسال، هذا الفريق الذي استنفد كل أسلحته الأيديولوجية لمواجهة الفريق الأول. صار يهون عدد مقاتلي داعش المنقولين إلى دير الزور، يراها مناسبة غير بريئة للهجوم على حزب الله، بل يتهم ويشتم ويطعن في ولاء الفريق الأول إنهم مجموعة عملاء لإسرائيل وأمريكا. ويضيف الكاتب أن ما بعد اتفاق نصر الله هو نفس ما قبله، ليس هناك جديد، لكن الملفت في هذا الصراع أنه لم يعد صراعا نمطيا بين شيعة المؤيدين لنصر الله وسنة الرافضين له، بل تحول إلى صراع شيعي أيضا. هناك مولود شيعي جديد بنزعة عراقوية حادة تتشكل ملامحه ببطء نحو عرقنة التشيع أمام محاولة أممية. مولود لم يعد يهتم لهموم التشيع خارج حدود بلده العراق، وإنما يسعى لتأميم التشيع وصناعة براند عراقي خاص يقدم مصلحة العراق على مصالح الدول الأخرى شيعية وغير شيعية. النصر ليس تفصيلا في حياة من يشهرونه في وجوهنا، النصر عارض مقيم في هزيمة تفوقه، يعني حضورا أو جوهريا في نفوس المستجبين لندائه، هزيمة تثقل على أصحابها فيستعينون بالنصر على عثرتهم الأصلية، الهاذون بالنصر يريدونه وجبة يومية على كل الموائد. محطات التلفزيون تسأل ضيوفها عن النصر، وتلامذة المدارس لقنوه في الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد. حازم الأمين في مقالة له بصحيفة الحياة يتحدث عن النصر على وقع دمار المدن وتشريد أهلها وقتلهم في العراق. ثمّة منتصر يجثم فوق أكثر من 10 مدن مدمرة، وثمّة مدن مرشحة للانضمام إلى هلال الخراب. عليك ألا تنبس ببنت شفة، وإلا كنت داعشيا. عليك أن تعاين منزلك المدمر في حمص أو في الرمادي بعين الرضا. ذاك أن ثمّة منتصرا يرصدك، وأنت أيها اللبناني يا من تقول إن حزب الله لا يقاتل الإرهاب في سوريا إنما يحمي النظام فيها، كف عن قولك هذا، فقد سبقك إلى القبول من كانوا على رأس التظاهرة التي طالبت برحيل النظام. التعلم على قبول الخسارة هو الطريق الآخر للشفاء، فهل من خسارة تفوق دمار 10 مدن ومقتل مئات الآلاف من الناس ونزوح ما يفوق 20 مليونا عن منازلهم ومدنهم؟ علينا ألا ننزلق إلى سجال المنتصرين بوهم أننا لسنا مهزومين، ذاك أننا فعلا مهزومون. داعش ذاب في الصحراء وفي عقول عشرات آلاف الفتية، هل من هزيمة أوضح من ذلك؟ بشار الأسد أعيد إحياؤه، وحزب الله يعقد صفقات مع مقاتلي التنظيم ومع أمرائه، ومن خلفه حكومات 3 دول مستتبعة. ويضيف الكاتب أن داعش لم يهزم، فهو لم يولد لكي يكون قلعة أو حكومة أو مدينة حتى يسقط بيد منتصر. داعش هو السلطة الموازية للسلطة المنتصرة، هما يتفاوضان ويعقدان الصفقات ويحيلاننا إلى مهزومين. داعش عاش في الموصل بأمان ووئام قبل أن تسقط المدينة بيدها، وداعش غير المرئي أقوى من نفسه عندما يكون مرئيا، وأقوى من كل شيء عندما يخرج من قمقم يعيش فيه ملايين المهزومين.
كتبت يمينة حمدي في صحيفة العرب اللندنية عن مأساة المرأة العراقية قائلة إن المرأة العراقية هي أكبر الخاسرين بعد أن سادت الفوضى السياسية وأصبحت الميليشيات الطائفية اليد الطولى في البلاد، وبرزت التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العراق. ورغم أن العراق يملك حزمة من التشريعات والآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة كوزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة وقسم المرأة الموجود في كل وزارات الدولة، إلا أن التوجه السياسي والعقائدي والعشائري فضلاً عن التخلف الاجتماعي الذي ساد في البلاد بعد صعود الأحزاب الدينية إلى الحكم تعدى على حقوق النساء التي كفلها لهن الدستور. وتعاني النساء في العراق من التهميش والأمية والبطالة، إذ أصبحت نسبة الأميات أكثر من 50% بعد أن كانت نسبة المتعلمات 90% خلال خمسينات القرن الماضي، فيما لا تتجاوز مشاركة العراقيات في سوق العمل 14.5% حالياً. وسجلت منظمات حقوقية انتهاكات عديدة لحقوق المرأة وبأشكال مختلفة في العراق، حيث تتعرض أكثر من 46% من النساء المتزوجات بين سن 15 و54 عاماً للعنف وبكافة أشكاله. ووقعت أبشع أنواع العنف على المرأة العراقية في الأونة الأخيرة، وخاصة في ظل تمدد التنظيمات الدينية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم داعش. وبيّنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نحو 1,200,000 امرأة عراقية قد شردن من منازلهن بسبب الخوف من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات بالقتل. هناك فئة من النساء مدفونات بالحياة في العراق ومنسيات بسبب بعض الأعراف القبلية والعادات المغلة في التخلف. هؤلاء النسوة عاجزات عن اتخاذ أبسط القرارات التي تخص حياتهن، فتموت أحلامهن كلما تقدمن في العمر ولا ناصر لهن سوى الله. وتتزايد أعداد النساء بلا معيل بسبب الترمل الكثيرات نتيجة للحروب وعمليات القتل على الهوية، وأيضا جراء تفاقم عمليات الطلاق بشكل كبير لم يشهد العراق على مدى تاريخه المعاصر. المرأة العراقية تعيش في كل يوم أزمة ومعاناة جديدة تجعل الشمس تغيب عن وجهها، لكن رغم ذلك تبقى أدوارها مشرقة وتضحياتها كبيرة في سبيل ضمان حياة كريمة لأسرتها. كتب عبد الحسين شعبان عن ما يتعرض له المسلمون في ميانمار بموقع كتابات، مشيرا إلى أن الغريب أن المجزرة التي تعرض لها المسلمون تزامنت مع تقرير الأمين العام الأسبق كوفي أنان الذي سلمه إلى الحكومة بشأن بعثة تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا. وفي حين تندلع مجزرة جديدة، لا يزال الموقف الدولي يدور في إطار الإدانات أو المناشدات بتقديم المساعدات على الرغم من الأوضاع الإنسانية القاسية، خصوصا أنه خلال أسبوع واحد تم تهجير نحو 50,000 مسلم. وتواجه الحكومة الميانمارية تهما عدة، منها ارتكاب جرائم حرب من قتل وتشريد وحرق للقرى ومحاصرة السكان ومنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، بل إن بعض الجرائم ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، لا سيما استخدام مروحيات وآليات لإبادة المدنيين وقذفهم بالصواريخ، مثلما هناك اتهامات بقيام السلطات الميانمارية أو غضها الطرف عن عمليات إبادة جماعية تعرض لها المسلمون في ميانمار، وهو ما يحاسب عليه القانون الدولي. لعل هذا الصراع الذي اتخذ طابعاً عنصرياً ودينياً لا يتعلق بانتهاكات فردية بحق أشخاص، بل إنه يشمل أكثر من 1,000,000 إنسان من مسلمي الروهينجا، الأمر الذي يعني أن جرائم جماعية ترتكب وعلى نحو مبرمج ومنهجي وروتيني، وهو ما يقتضي من المجتمع الدولي التحرك السريع
لوقف هذه المتجرة المستمرة منذ أعوام، والتي قد يؤدي استمرارها إلى اندلاع موجة جديدة وخطرة من أعمال العنف والتعصب والتطرف والإرهاب، قد تمتد إلى العديد من البلدان المجاورة. وإذا كان على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار حازم لوقف المجزرة والدعوة لمنح المسلمين حقوق المواطنة كاملة بما فيها المساواة التامة والمشاركة والشراكة في وطنهم على أساس عادل وحقهم في تأدية طقوسهم وشعائرهم الدينية، فإن من واجبه أيضا اتخاذ قرارات بموجب الفصل 7 الخاص بالعقوبات في حالة تمالي سلطات ميانمار بعدم الانصياع للقانون الدولي وصوت العقل والحكمة. ومن واجب البلدان العربية والإسلامية، وهي تزيد على 57 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، تقديم الدعم والمساندة الكاملة وبجميع أشكالها لكي يستطيع مسلمو الروهينجا الصمود أمام محاولة اقتلاعهم ورميهم خارج الحدود. بعيدا عن السياسة، يقول باحثون بريطانيون أن الأدوية المستعملة في كثير من الأمراض بينها السكري والسرطان والاكتئاب والصرع والالتهابات الروماتيزمية قد يتم الاستعاضة عنها بأجهزة إلكترونية يتم زرعها في الجسم. ويرى الباحثون أن تلك المقاربة الطبية الرائدة في العلاج قد تساهم بتخفيف حدة بعض الأمراض، وقد تساهم أحيانا في الشفاء من الآلام الناجمة عنها. وقد تم تجريب زرع أجهزة إلكترونية في الجسم وثبتت نجاعتها بمعالجة أعراض بعض الأمراض مثل الاكتئاب والصرع والالتهاب والروماتيزم. وتعتزم شركة أمريكية البدأ العام المقبل في إجراء أولى التجارب بزرع أجهزة إلكترونية في أجسام نساء حوامل من أجل إنقاذهن في حال حصول نزيف أثناء الوضع. ويتوقع رئيس معهد فينستاين البريطاني للبحث الطبي كيفن ترايسري أن يكون الملايين من البشر في المستقبل حاملين بأجسامهم أجهزة إلكترونية لمعالجة الكثير من الأمراض، وهو ما يعني استغناءهم عن الأدوية. تابع ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.